في واقع الأمر أنا ظهوري من بعد الثورة مباشرة كنت دائما في الساحة، لكن تم زوز أسباب. السبب الأول هو أني أنا رافض ورفضت بأني نشارك مباشرة في المنظومة اللي حكمت البلاد لا لشيء، سؤال وجيه، لأني أنا في وذكرت هي في الحوار التونسي في 2012 و2013 وجهت تحذير للسلطة وللشعب التونسي من قدر الاستشرافية. قلت لهم أنتم انطلاقتكم هذه تدل وأنكم ماشيين بالبلاد للهاوية للإفلاس والغراق في الديون. قلتها بدقة وحتى وجهت تحذير شديد لمحافظ البنك المركزي. طيب المنظومة اللي عارفها أنا مش تفشل، ما نجمش ندخل فيها. نبهتهم، كتبت لهم، تواصلت معهم، جلست معهم، لكن مش مقادرين بأنهم يستوعبوا هل ربما الطرق هذه. أنا ما نجمش أكون في المنظومة هذه. والحاجة الثانية هو أنه الإعلام وهذه طبيعة الأمور ركز أكثر على الجانب السياسي، الجانب السياسي والمنظومة اللي تدور لأن هذيك الناشطة وكذا. بينما أنا كنت حاضر على جميع البرامج وفي المستويات وكذا. اليوم نظهر ليش؟ لا لشيء إلا لأن بلادي مهدد.